متى ان شاء الله دكتور؟ يوم الاثنين. ايه يعني هذا سابق للليكتشر؟ هذا سابق. معليش ادري ان السؤال غبي بس المفروض العاده. لا لا عادي فعلا هذا هو سبب الليكتشر. اي صح سبقتك. طيب بس قبل النظر هو ترى نابغة هلا بينا كذا ما بتشوف هذا اللي أنت واتساب بينا قبل كذا بس كذا شوف المستوى كيف شوف جوك المستوى لا هذا سابق لفيك لا تفهم أنت ما فهمت أنت المعنى المطلوب شوف اللي يفهمون شوف لا أنا معيّنين أنا درينجي لا والله ما جبتنا على بالي إنه ما أبوها اليوم أنا ما قالوا لي إنه أبوه ما في تكمل الدعوة زي كذا وش قدموا باليوتيوب وما تطلع بوجه مال يخك عمر يخك ولا تدري الدب وين دب وين ترى عادي اهلا وسهلا معاكم احمد الحولي عاد جدا والله يعني فري هنا هنا خلاص هنا سمسم طيب اخيرا طبعاً راح نجيب العمل بس مش خلاك اللب والنظر كتير النظر راح نقول في المحاضرة إنما أنا عايزكوا تعرفوا عملية والنرف سبلاي إيه بسرعة كده مش مشكلة بالنسبة للليك بتقسم لـ 3 compartments هنا عارفين إن التيبيا ميديا والفيبولا لاترال خلاص ففي الفيبولا دكتور طه أعطاكم ده من البورترز بتاعها أنتيريور بورتر وبوستيريور بورتر صح؟ الفيبيا هنا ماشي والفيبيولا هنا في انتيريور بورتر وبوستيريور بورتر وعندي ديب فاشيا ديب طبعا للايه السكين وسوبرفيشال فاشيا صح كده؟ شكرا يا دكتور فانا عندي هنا لو الانتيريور بورتر بتاع الفيبيولا طالع منه سيبتم فيشيال سيبتم ماسك في الديب فاشيا كده والبوستيريور بورتر ورا طالع منه سيبتم ماسك في الديب فاشيا كده خلاص؟ يبقى عندي كام سيبتم؟ اثنين الدي سيبتم دول هيقسموا لي الكونتنتس اللي جوه ديت الى ايه؟ هنا لاترال بين الانتيريور والبوستيريور سيبتم هنا لاترال خلاص ماشي وهنا انتيريور هنا انتيريور سوري وهنا بوستيريور خلاص؟ طيب انا عندي هنا اللاترال هنا خلاص؟ وهنا كومبارتمنت ثانيه انتيريور واللي ورا دي بوستيريور يبقى انا عندي هنا ان اللينك بالبودز وتو سيبتا اتقسمت الى 3 compartments واحدة anterior واحدة lateral واحدة posterior بالنسبة للايه لتمييز الحاجات من بعضها في حاجة اساسية تاخدوا بالكم منها اللور اند بتاعت التيبيا عاملة لي حاجة اسمها ميديال مانيولا سيب خلاص واللور اند بتاعت الفيبولا عاملة لي حاجة اسمها lateral مانيولاس خلاص الميديا البانيولاس واللاترال البانيولاس دولت اللي معدي قدام بينهم يبقى anterior compartment anterior compartment يبقى اي حاجة معدية قدام ده وده ده او ده قدامهم خلاص كده قدام anterior اللي خلف اللاترال البانيولاس يبقى lateral compartment خلاص واللي خلف الميديا البانيولاس يبقى posterior compartment دي حاجة اساسية عشان لما يجي لك في الامتحان مثلا امسك لك اي تندون هنا هنا تشوف موقعه بالنسبه للمانيولاي ايه لو هو خلف الميديال مانيولاس يبقى تبع البوستيريور كومبارت خلاص لو خلف اللاترال مانيولاس يبقى تبع اللاترال كومبارت لو قدام المانيولاي يبقى تبع الانتيريور كومبارت طيب اللي يفصل بين اللاترال والميديال ايش اللاترال والميديال ما بيفصلش بينهم قصدك الانتيريور والبوستيريور لاترال لو ده ايه دلوقتي مش عندي فيبيولا ايه ايوه طالع بالانتيريور بوردر بتاعها سيبتم كده وطالع بالبوستيريور بوردر بتاعها هنا سيبتم كده خلاص السيبتم ده كده الانتيريور هذا يبقى هنا دي بقى دي لاترال كومبارتمنت السمعه بيخش فيه
واللي خلفه ده بستيريو صح؟ واللي هنا ده انتيريو. بس ادي السبته اهي اكيد خلاص. السبته بتدي السبته قسمها لي لكام كومبارتمنت؟ ثلاثه. فين هم الثلاثه كومبارتمنت شاوروا عليهم كده؟ هذا لاتر، هذا الانتيريو، هذا الميديال، وهذا البستيريو. وهذا البستيريو سهله خلاص. دي فشه بتاعت الليك بقى، خلي بالكم فيها حاجه مش لفه كده داير داير. لا عندي التيبيا اهي خلاص، الانتيريو بوردر بتاع التيبيا دي ماسكه فيه ولفه لي كده خلاص، ورايحه ماسكه في الميديال بوردر هنا. يعني في منطقه فاضي سبكتينس خلاص، يبقى دي سبكتينس خلاص. بقول ايه؟ الديب فاشيا في الليك ماسكه في الانتيريو بوردر كده ولفه، ايوه رايحه ماسكه في الميديال بوردر خلاص، يبقى ده سبكتينس. الانتيريو سبكتينس، الانتيريو سيرفيس بتاع الايه التيبيا سبكتينس، بنقول على انتروبيجين خلاص. يبقى الفاشيا ماسكه من هنا اهي لفه كده 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 كده، رايحه ماسكه لفه لاترالي كده ها، واخده كله. يبقى دي بس ايه اللي مش بتغطيها بديب فاشيا خلاص. حتى عندكم نقول على قصبه الرجل وانت تخبط عليها رب كده على ماشي خلاص. يبقى احنا قلنا حددنا الاول، قلنا ايه؟ ان في مانيولاي، واللي قدام المانيولاي هيبقى الانتيريو، اللاترال مانيولاس وراه اللاترال جروب، وال الميجر مانيولاس اللاترال جروب، اللاترال جروب اللاترال مانيولاس خلاص. الميجر مانيولاس خلف منه ايه؟ البوستيريور خلاص. تعالوا نشوفوا المسلز والكومبارتمنتس. نمره واحد دي فاشة الثيكند دهيا وحوالي 1 انش كده، وماسكه هنا من الايه التيبيا ورايحه ماسكه هنا في الفيبيولا هنا. دي اسمها سوبيريور اكستنسور ريتيناكيولم. سوبيريور ايه؟ اكستنسور ايه؟ نفس الاكستنسور اللي هنا بالضبط. ايه هنا؟ ايوه الاكستنسور ماشي. هنا هنا في انفيريور اكستنسور بتراك لما مقطوع هنا مظبوط كده شوفوا خلاص. انفيريور اكستنسور ماشي اه عباره عن ثيكنج اوف ديب فاشيا. بتراك لما عباره عن ايه؟ ثيكنج اوف ديب فاشيا في مكان معين. دكتور الحين الليج ما فيها سوبرفيشال فاشيا؟ فيها طبعا ماسكين وسوبرفيشال فاشيا وديب سوبرفيشال فاشيا في ديب فاشيا كل الجسم كده ما عدا هنا. هنا ما فيش ديب فاشيا في الايه؟ في الابدال وول تحت الليفل بتاع الامبلايكس مفيش ديب فاشيا ماشي؟ يبقى ده اسمه سوبيريور اكستنسور ريتيناكيولم خلاص؟ اتفقنا؟ طيب السوبيريور اكستنسور ريتيناكيولم ده في فيسلز وتندونز معديين ديب لوب ماشي؟ فبنقول عليها توب هاز فيري نايس دونج، توب هاز فيري نايس دونج عشان تقدر تفتكر الترتيب بتاع الانستراكشنز. توب يعني اول حرف من كلمه تيبيالس انتيريو، تيبيالس انتيريو يبقى في مصر اسمها تيبيالس ايه؟ خلاص؟ هاز اكستنسور هالوشيز لونجس، اكستنسور هالوشيز لونجس فيري نايس فيسلز. طب الفيسلز اللي هنا ايه؟ يقول عليها انتيريور تيبيال فيسلز خلاص؟ على حسب مكانه هي انتيريور تيبيال بالضبط اه خلاص؟ فيري نايس نيرف. النيرف اللي هنا اسمه ايه بقى؟ ديب بيرونيل، ديب بيرونيل خلاص. دوج دي يبقى سنسور ديجيتورم لونجس، سنسور ايه؟ ديجيتورم اند بيج 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 خنزير بيج بيج بيج. البيج اللي هي ايه بقى؟ بيرونياس بريفيس مصر، نقول على بيرونياس بريفيس مصل. يبقى المصلز اللي عندنا تيبيالس انتيريو اكستنسور هامشز لوكس اكستنسور ديجيتورا لوكس بيرونياس تيرشياس مصل. يبقى في الانتيريو كومبارتمنت عندي كام مصل؟ اربعه اللي هو ايه بقى؟ تيبيالس انتيريو اكستنسور هامشز لوكس اكستنسور ديجيتورا لوكس بيرونياس تيرشياس مصل. تيرشياس معلش النمونيك النمونيك جمله اللي تشرحها هو عايز احفظ بس اسماء البصلز. اسماء البصلز ايه؟ تيبيالس انتيريو اكستنسور هامشز لوكس اكستنسور ديجيتورا لوكس بيرونياس تيرشيس. النيرف اسمه ايه؟ ديب بيرونيال نيرف. في ناس في الكتب القديمه يقولوا على انتيريو تيبيال نيرف مفيش مشكله اسمه ديب بيرونيال نيرف خلاص. والارتري والفين والفينس الفين كومتنس اللي معاه اسمه ايه بقى؟
anterior tibial facets anterior tibial facets خلاص. يبقى دي كل الحاجات اللي في الانتيريور كومبارتمنت. طب احنا قلنا الترتيب بس تعالوا بصوا مع بعض كده مع بعضينا يا شباب. ده التنتور اللي انا شايفه ده بتاع انهي باسل؟ اول باسل من الميديال لللاترا من الميديال لللاترا توب تيبيالس انتيريور تيبيالس انتيريور توب هاز يبقى اكستنسور هالوشيز لونكس هالوشيز لونكس خلاص. عندنا هنا اكستنسور هالوشيز لونكس اكستنسور هالوشيز لونكس خلاص فيري نايس. طبعا هو هنا هنعمل ايه؟ اه لا معلش انا ايه دي في حاجه مش باينه عندنا اهو ده انا بشد هنا كده شايفين دي الاكسنسور هالوشيز لونكس اكسنسور هالوشيز لونكس. واسلك بقى كده اسلك كده كده على الدرج والايه والفيسلز. وطبعا هنا نشوف دكتور انا هوريكم كل حاجه ما تقلقش. بيبقى ماشيين هنا خلاص ماشي. طيب يبقى احنا عندنا هنا يبقى واحد يبقى ايه تيبيالس انتيريور يبقى اثنين اسلك كده طبعا هم هنا موجودين بس ايه المفروض ان التندون ده بيعمل بيمشي كده فالفيسلز في الحته دي بتبقى هنا خلاص. يبقى توب يبقى تيبيالس انتيريور التندون اللي وراه اكسنسور هالوشيز لونكس وبعد كده الفيسلز اللي هي اهي شايفينهم الديرفو الفيسلز اهو ماشي. بعد كده ديجيتورم اللي هو الايه دوج يبقى اكسسور ديجيتورم لونكس. الاكسسور ديجيتورم لونكس يا شباب ليها اربع تنتورز خلاص وراح للاربع صوابع اللاتر دول خلاص. الهامشز راح للبيكتو للاسمه البيكتو بيكتو بيكتو الصبع الكبير ده واحد البي كده البي خلاص. يبقى نمره واحد تيبيالس انتيريور اللي راح للبيك تو اكسسور اللي ليها اربعه تندوز ديجيتال اكسسور جروب اللي بين الديجيتال والهارشز الفيري فيسلز والنيرف دول ديب بيرونيا ديب بيرونيا ديب بيرونيا والاول ارتري اسمه ايه anterior tibial artery anterior tibial artery خلاص. طب الاكسسور ديجيتورا بلونجاس الباسل دهيت اللي هي فور تندونز دهيت يا شباب بيبقى مجبب ده هنا باسل كده بتروح تعمل انسيرشن في الحته ايه دهيت هنا بس هنا للاسف ايه مش موجوده ساعات البريستيرشس ما بتبقاش موجوده خلاص. يبقى البريستيرشس مش باينه هنا المفروض تمسك هنا. طب شو اسمه منطقه الانسيرشن ايه المنطقة هذه في البيتا كاربال الفيرس بيتا كاربال بو في بيتا ترسل بو سوري الفيرس بيتا ترسل البيز بتاعت الفيرس بيتا ترسل بو ميتا كاربال بو بيتا ترسل بو فيرس بيتا ترسل بو بس يبقى ماشي كده وراح ماسكه هنا مش موجود البرجسترشز اشوفها ماشي. يبقى انا عندي هنا الانتير كومبارتمنت اللي يهمك في الموضوع ده هو اللي في كم باصل؟ اربعه عرفنا ان الرابعه ساعات ما تبقاش موجوده زي هنا مثلا. طب الثلاثه اللي موجودين هنا ايه هم؟ اللي عندك التبيالس وعندك الاكسسور ديجيتور رايح للصبع الكبير دي بس وعندك اكسسور ولا فليكسور؟ اكسسور واللي بجنبه ديجيتور اربعه تندوز ديت ديجيتور اكسسور ديجيتور خلاص. اللي مختفيه بقى مش موجوده عندنا هنا بيرونيس تيرشيس بتبقى جنب الديجيتور كده ورايحه ماسكه خلاص. البرونياس الديرف اللي هنا اسمه ايه؟ الديرف ده اسمه ايه؟ بيرونيال دي بيرونيال الديرف خلاص. والارتج ده اسمه ايه؟ دكتور هذا البسل اللي نحسه لما ده هنا بقى هنا في الحته دهيت كده هنا اسمه دورسالس بيدس يعني طالما عدى الاكل
طالما عدى الانكل هنا خلاص يبقى ده اسمه دورسالي سبيتس. هذا الارتي. ارتي. احنا يعني الوسط غلط. هو هنا هو بص الارتري ده في المنطقه دي اسمه اه يعني الانتيريور تيبيا. الارتري بتاعنا هنا ما اعرفش هذا اللي اتحرق اختفى. هذا اللي شاف اصلا مو كله عشان كذا نقول لا فوق الانكل انتيريور تيبيا تحته اه هنا بص لحد هنا اسمه انتيريور تيبيا. طالما عدى الانكل جوينت كده يا شباب ونزل كده ده اسمه دورسالس بيتس. هذا اللي نحس فيه الباص هو ده اللي بنحس فيه البلس. حصل برضه السكر بيحصل له مشاكل فممكن البلس ما يتحسش. طيب يبقى الانتيك كومبارتمنت فيه اي مشكله؟ طيب دي ده ادي باص هنا بتلخبط هنا بتلخبط انا دي بقول لكم يعني هنا مثلا ده تيبيرس انتيرو ديت تحت الشتوره خلاص واللي بينهم هالوجيز بيروح هنا شوف فيه شوف في تو مسلز طبعا النيرف لا دي اهي واحده ودي واحده لا اشوف خلاص. هنا هي فين في ديك في هذه او هذه تبع التبيان هذه طبعا طوب التبيان سي اها بدوك تاك خلاص اهو ثلاثه اهو تبيانس هرشس تشتور مظبوط خلاص خلاص يا شباب وهنا خلي بالكم معايا طيب هذا ايش بصوا بقى بصوا الديرف طبعا الفيسل ده الارتر ده اللي هو الانتيريور تيبيا الارتر ده ايوه الارتر خلاص كبير مره والديرف اهو الديب رولير الديرف ديب ايش؟ ديب رولير الديرف ديب رولير الارتر لا الديب رولير الديرف هنا يكون اسمه كومن صح؟ لا هو كومن لا قدام هشرح لكم الكلام ده خلاص ده دي بيرونيل ده دي بيرونيل وده ده الانتيوتيب الارتري هتلاحظوا ان النيرف والارتري الارتري ميديان للنيرف هنا فيري نايس فيري نايس صح فيري نايس اها صح والتندون ده كان لاترال ليهم بعد كده بيعمل لهم كروسنج كده النيرف هنا تيب النيرف التندون تبع ايش؟ كوبا بيرونيل كوبا نايس قبل السوبيريور ده السوبيريور فيري نايس فوق السوبيريور ريتراكل فوقه بيبقى الفيسلز قبل ميديال يكونون بعد الهالوشيس ايوه بعد الهالوشيس وقبل الديجيتال هم ماشيين كده الهالوشيس بيمشي كده فبعد ما كان هو ترى ليهم ما هم اللي ترى شكله فيري نايس بعد الهالوشيس ايوه يعني هنا الترتيب غير هنا يا شباب هنا سيبنا بالترتيب هنا انا اعرف بس ده اسمه تيبيرس انتيريور ده اسمه ديجيتورا بلونكاس واللي بينهم دي هالوشيز ايه بلونكاس النيرف ده اسمه الجيب بيرونيال والارتر ده اسمه انتيريور الترتيب هنا بيختلف توب هاز فيري نايس لوك انتيريور خلاص معلش لو تذكر الترتيب هنا اللي يصير هنا ولا هنا لا اللي بعد التوب هاز فيري نايس لوك انتيريور توب تيبيرس انتيريور هاز اللي هو التندو بتاع الهالوشيز خلاص فيري نايس الفيسلز والنيرف لو انا قطعت هنا كده لا لا شويه هتلاقي الفيسلز والنيرف هنا مظبوط مظبوط خلاص دوك اكسسور ديجيتورا انا اقصد بعد الاكسسور ريتينيكيلا تجيب للسوبيريور اكسسور ريتراكلا بيبقى الترتيب اللي انا بقول عليه يعني لو قطعت دوت هتلاقي الترتيب ده كده تيبيالس وبعد كده الهالوشيز وبعد كده الفيسلز والنيرف وبعد كده الديجيتال اذا ما تغير من هنا لا تغير هنا جاء قبل النيرف والفيسلز النيرف والفيسلز هنا ميديان للهالوشيز انما هنا النيرف والفيسلز لاترال للهالوشيز هنا لاترال للهالوشيز اه يعني جاء صار ترتيبهم الثاني النيرف يعني بعد الفيسلز والنيرفز كانوا هنا كده التندون عمل كروسنج كده رايح للصبع الكبير خلاص رايح للصبع الكبير فعمل كروسنج للفيسلز والنيرف بحيث ان الفيسلز والنيرف بقت صاروا لاترالي ليهم لاترالي ايوه عشان كده بقول لك الترتيب هنا هيلخبطك انسى الترتيب هنا خلينا ايه هنا هنا اسمه ايه بقى توب هاز فيري دايز دوك اند توب يعني تيبيالس انتيك خلاص هاز هالوش خلاص فيري نايس الفيسلز والنيرف هم دوك وبعد كده الديجيتورا لوكاس الديجيتورا لوكاس الهالوشيز راح للصبع الكبير الديجيتورا الاربعة لغاتر الفورتوز التيبيرس انتيرو طبعا بتروح هنا فين فين؟ وش اسم المنطقة دي؟ حاجة اسمها اذا هذه هي ميديال اسمها حركة الادفيرجن تعمل ادفيرجن
انفيرجن أيوة عكس الاوت دكتور اخر المصل الايفيرجن المصل اخر واحده اي اخر واحده البي من بيج من ريستر شس مش بعيده اي بس اسمها فيروريستر فيروريستر منطقه الجسم دي ده سبيرو اكسسوري تراك خلاص وفي الفيرو اكسسوري تراك تمام يبقى ده الاتشر كومبارتمنت الحاجات اللي موجوده فيه ماشي طب تعالوا اللاترال كومبارتمنت فيه تو باسلز العمليه سهله تو باسلز تو باسلز بس واحده سوبرفيشال والثانيه ديب طب هتعرفوا تلخبطوا شايفين اللاترال فاليولس ده في كام باسل تو باسلز اللي ريليتد للبون اللي هي الديب فين اللي ريليتد للبون الديب اللي هي اول واحده هذا اللي الموسكليدي أني واحدة ريليتد للبون ده أيوه خلاص يبقى اللي ريليتد للبون وعاملة جروفينج للبون هنا دهية بيرونياس بريفيس واللي مغطياها دهية بيرونياس لونغس يبقى لما الدكتور وراكوا الفيبيولا وقال لكوا اللاترال ماليولس بتاع الفيبيولا ورا منه في جروف كده عامل جروف بتدو بتاع مصر اسمها بيرونياس بريفيس مصر بيرونياس بريفيس مصر اللي هي دي خلاص اما الفيبيولا الفيبيولا لا تقول اسمع الفيبيولا فيبيولا فيبيولا انت عايزك الباصل يعني اه فيبيولا سفيدس ولا فيبيولا جاسوبريس اه صحيح خلاص يبقى انا عندي هنا دلوقتي ايه اللاترال مانيولاس خلاص في تو باسلز وراه ماشي اللي ريليتد للبون مباشره الدهيه البريفيس الصغيره واللي ريليتد واللي ورا منها ديت اللونجس خلاص طيب الدرف اللي معدي بين اللونجس والبريفيس ده شايفينه لا الدرف ده اسمه سوبرفيشال بيرونيال نيرف يا شباب كده جاي اللي طالع بين اللونجس والبريفيس وغسل المسلز دي وراح للسكين هنا كده اسمه ايش والدكتور هيشرح لكم بيغذي هنا ازاي خلاص سوبرفيشال بيرونيال نيرف يبقى لحد دلوقتي اتعرفت على كام دير تو ليرز واحد اسمه دي بيرونيا سوبرفيشال دي بيرونيا وهنا سوبرفيشال صح الانتير بيرونيا الانتير كومبارتمنت يعني اي مصر في الانتير كومبارتمنت الدير في السبلاي بتاعها ايه دي بيرونيا خلاص طب المصرز بتاعت اللاترال كومبارتمنت الدير في السبلاي بتاعها ايه سوبرفيشال سوبرفيشال بس لتو مصر هذا قول الناس لوكس وبريفس بس تمام سهل اللاترا والانتيرو في مشكله فيها ها يبقى ده في سبلاي هنا دي بيرونيا ده في سبلاي هنا سوبرفيشال بيرونيا طب النيرف اللي هو اسمه سوبرفيشال بيرونيا ده بيبات من ايه وايه بين البيرونيا سلوكس والبيرونيا بريفيس ماسلز هو بيطلع من بينهم طب هو دكتور هو يصير بينهم زي كده بعدين يطلع على فوق اه بيبقى هنا بعد كده بيرسج من الديب فاشيا اه ها هنا وبعد كده يطلع للفوق كده عشان يغسل سمي سوبرفيشال سوبرفيشال والتاني ديب عشان بيمشي من جوه خلاص يبقى انا عندي دلوقتي سوبرفيشال بيرونيال دير وديب بيرونيال دير خلاص والباسلز اللي هنا سهله طب تعالوا نشوفوا مع بعض كده البوستيريور كومبارتمنت مليان شويه مليان ايه شويه بس انا اعتمد عليكم في حاجه ان انتوا تقولوا لي اسماء الباسلز بتاعه البوستيريور كومبارتمنت اوف ذا ثراي مين فاكرها؟ سيمي ماشي الصبع الرجل الصغير يبقى لاترا ولا بيجي لاترا يبقى ناحية الصبع الصغير بايسبس خلاص ناحية الصبع الكبير يعني بيجي صح في واحد اسمها سيمي تندينوزس ده هي بتبدو سيمي بيبرنوزس بتبدأ من البرينة ايوه سيمي بيبرنوزس خلاص وسيمي بيبرنوزس وسيمي بيبرنوزس واللي دي فوق دي اسمها الدكتور باجدس الدكتور باجدس خلاص خلاص كل ده رايح بيجي صح ولا لا؟ اتفقنا؟ طيب نيجي بعد كده هنا الباسلز بتاعت الايه؟ كف مصر سمات الرجل اللي هي كف مصر في عندي جاسترو كليجاس باسل تو فور هيدز ميديال هيد ولاترال ميديال جاسترو كليجاس او جاسترو كليجاس خلاص؟ جاسترو كليجاس او جاسترو كليجاس تمام؟ معلش دكتور جاسترو ليبياس باسل ليبياس يعني جاسترو كليبياس ليبياس بس فيها سين جاسترو كليبياس
خلاص يبقى ميديال لاترال هيد وميديال هيد خلاص. طب رفعت الجاستروكليبيس باسل ده كده في تومس الباسل اللي جيب لها دي باسل واحده دي دي اسمها ايه سوليس 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 باسل سوليس هذه واحده سول حقت الصوره دكتور سوليس باسل لا الصوره دي حاجه ثانيه دي بتمسك هنا خلاص الجاستروليبيس دي الاثنين هيدز دول مع السوليس ماسكين مع بعض زي ما انتم شايفين وراح يعملوا سيشن في تندو هنا على البوستيريور هنا بتاع الكالكينيوس اسمه ايه بقى التندو ده اسمه تندو اكيلس تسمع على كلمه اكيلس تندو او وتر اكيلس خلاص اكيلس تندو اكيلس تندو هو اللي واضح خلاص هو اقوى تندن اقوى تندن في الجسم اقوى تندن بتحسه على نفسه اكيلس تندو اكيلس تندو اكيلس تندو ده لو اتقطع من هنا او من هنا بيبقى صعب صعب جدا في الريبير بتاعه ومتعب خلاص يبقى انا عندي الاكيلس تندو ده تندو بتاع كم باسل يا شباب دي هم بقى تو باسل كف باسل جاستروليبيس وسوليس جاستروليبيس وايه سوليس الجاستروليبيس لها كم هيد تو هيد تو هيد ميديال هيد ميديال هيد ولاترال هيد وانا نفسي كدكتور اتلخبط فيهم فتملي ببقى عينيا بحاول ابقى عينيا على الصوابع عشان ده ميديال وده ايه فتملي عينك على الصوابع عشان يعني هي دكتور تعتبر عضله واحده بس لها تو هيد تو هيد عضله واحده لها تو هيد ده ميديال هيد وده لاترال ايه هيد طبعا دي بقيتها ماشي واللي تحت دي سوليس باسل عضله واحده في اس في سوليس ارتري لا ما فيش سوليس سوليال ارتري ده حاجه يعني ترنش ماشي طب نيجي بعد كده الجاستروليبيس والسوليس باسل عاملين تندو مع بعض تحته مع بعض عاملين تندو اسمه تندو اكيلس خلاص ماسك في الكالكينيوس خلاص يا شباب اكيلس طب غير التو باسلز دولت في ايه؟ هنا شايفين اللاترال هيد بتاعت الجاستروليبيس ديت شايفين اللاترال هيد ارفعها كده شويه هلاقي باسل صغيره شايفين الباسل الصغيره دي؟ باسل تندو طويله اهو ايوه دي بتمشي كده يا شباب المفروض انها بتمشي كده هذه تندن وحبيبتي. لا ما البصل هي. عليها مصل مشروك بمصل. هي بصل هي. بلاد تيرس. انت تمشي كده. تمشي كده ولا زي البالمرس. البالمرس موجود. البالمرس موجود. بلاد تيرس. بلاد تيرس. خلاص؟ انتوا هو في 5 بي عضلات 5 بي بيبداوا من دي من ساعة ايوه. والسوس طب شايف لو لما لا هي بتسمع بتعمل بلانتر فليكشن بعدين لا هتكلموا في الموضوع ده بعدين بلانتر فليكشن للفوت بس ضعيفه جدا فالبوست ده ساعات بتتقطع بتعمل شويه الم خلاص هي البلانتارس خلاص يبقى البلانتارس باسل ادي الايه ادي الباسل خلاص التنتو الطويل اهي تبقى تجيب لاترال هيد بتاعت الجاستروكليبيس ده شبك في الاسلام ترى ماسكه هنا جنب التندو كالكينيوس على جنب خلاص يبقى دي بلانتارس باسل في باسل ثانيه غير البلانتارس باسل مهمه جدا اسمها بوبليتياس باسل وانا واقف كده يا شباب يعني واقف كده فول اكستنشن فول اكستنشن بيبقى الوضع بتاعي اللي اقول عليه الدي جوينت اسمها لوكت مقفوله يعني خلاص عشان اعمل الفليكشن عشان اعمل الفليكشن ده لازم في مصر اسمها كوبليتشيس مصر تعمل لفني عندكم تيبيا وفيبر هنا؟ الفيبر بقى عايزين في جوانب هنا وكده بصوا يا شباب
انا بقول في الفول اكستنشن، في الفول اكستنشن كده الوضع ده اسمه لوك بوزيشن. وانا واجد لوك لوك عشان اعمل فليكشن للجوينت اعمل حاجه اسمها قبلها انلوكينج. انلوكينج يعني انلوكينج يعني في معضله بتحرك لي الفيبر اللي فوق ده هي تلفها لي لاترال شويه. وبعد ما تلف لاترال شويه نقدر نعمل فليكشن تفكها قبل الوش بيمنع خلاص. طب عشان نعمل فريكشن نعمل ايه؟ لازم الف النور بالانت بتاعت الفيبر كده لا ترى تسوي فريكشن اسمها انلوكينج. المصل اللي بتعمل انلوكينج اسمها ايه بقى؟ اوبليتياس مصل. وبعد كده فليكسور زيجن. طب عشان المصل دي تشتغل بقى بتبقى فين يا جماعه؟ المصل ماسكه هنا عند البوبليتياس ماسكه هنا وماسكه هنا من هنا لهنا. فلما تشد من تحت لفوق يعني ده يروح لحيط ده فتلف كده خلاص يبقى ده اسمه انلوكينج. والبوبليتياس ماسل لا انا بقى عشان ايه اللخبطه وناس يقول لك ده اورجن هنا والانسرشن هنا والناس اللي بعدها تقول عكسهم تقول لك ده الاورجن هنا والانسرشن هنا فاحنا نقول ابر اتاتشمنت ولور اتاتشمنت خلاص حتى لخبط خلاص. يبقى خليكم تفتكروا معايا ماسكه في اللاترال جاليولس هنا في اللاترال الكونتاين هنا الكونتاين هنا ورايحه ماسكه في التيبيا هنا فوق السوليه اللاين ده ميديا شويه التيبيا فهي ماسكه كده خلاص. اما تشد هتعمل لي كده خلاص. ده اسمه ابل انلوكي اد لوكي. طب فين الباسل ده يا شباب؟ هي ماسكه فين؟ في اللاترال لا ماسكه في التيبيا صح ورايحه لاترا. شايفين الباسل ده ايه؟ دي البوبليتياس ماسكه في التيبيا ورايحه لاترا هنا خلاص. دي البوبليتياس باسل خلاص. طب انا هتقولي لي بطلع هتتلخبط وبتاع. شايفين السوليس؟ مش هي السوليس ماسكه هنا؟ السوليس ماسكه هنا صح؟ يبقى البوبليتياس بتبقى فوقها على طول. ادي السوليس فوقها ازاي تحتها دي سولياس كده ونازله كده ودي البوبليتياس وطالعه صح. يبقى انا عندي السولياس باصل اهي السولياس باصل الباصل اللي فوقها اهي دي السولياس اللي باصل اللي فوقها اهي ده لا ده بيجل ده لاترال وده بيجل ماشي يا ريت تعال تعال هذه دي البوبليتياس باصل دي عطله اهي فوق اهي احسنت صور اهي بودي اهي لونها بودي. دكتور انت قلت مصل اسمها بلانتر بلانتارس لا 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 انت قلت سوليوس سوليوس لا لا على الانسيشن قلت اللي فوق فيها بوبليتياس بوبليتياس اللي تحتها وش اسمها؟ سوليوس سوليوس اللي هي الديب لاتوت الديب لاتوت اللي هذه مش ديك سوليوس اللي تحتها ايوه مش سوليوس اللي تحتها سوليوس واللي تبقى بعض عاملين تبقى اكيلس ماشي معلش بينسى عشان ما خدتوش الوظيفه بس خلاص. يبقى انا عندي هنا دي سوليوس باسل وهنا عندنا ده ايه؟ اللي هو البوبليتياس بوبليتياس باسل. يبقى انا لحد دلوقتي في البوستير كومبارتمنت قلت سوبرفيشال باسلز او يعني الابر الباسلز طبعا سوبرفيشال بيقدروا يبقوا سوبرفيشال اللي هم ايه؟ جاستروس اربعه اللي هم ايه؟ جاستروس فين الجاسترو ريبيوس؟ لاترال لما اشيل صح؟ نجيب لها ايه؟ سوليوس. طب البطل الرفيعه الصغيره دي اسمها ايه؟ بلانتر خلاص؟ طب السوليوس اهي تيبيا على طول خلاص فوق السوليس على طول في باسل اسمها ايه؟ بلتيس اول هنا دي تحت السوبرفيشال ثلاث بس لا البلتيس بيدخلوها مع المجموعه اللي هي تعتبر ايه؟ مش تبع الديب يعني هو مش بيدخلوها تبع الديب تبع المجموعه اللي هي رغم ده ديب يعني تبع ليش؟ تبع السوبرفيشال جروب باسلز ماشي؟ حلو يبقى دي البلتيس. طب اربعه باسلز عارفينهم؟ طيب تعالوا بقى نشوفوا مع بعض كده خلف
ده اسمه ميديال بالونس صح؟ يبقى خلف الميديال بالونس في ده اسمه فليكسور ريتراكتور. فليكسور ريتراكتور. واضح؟ فليكسور ريتراكتور. خلاص؟ انا قلت قدام هنا توم هاز فيري نايس دوك اند بيج. هنا بقى توم داز فيري نايس هات. هات يعني ايه؟ هات 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 قبه ماشي؟ توم داز فيري نايس هات. داز فيري نايس هات. شلون داز؟ توم داز. خلاص؟ طب يبقى توم ايه رايكم؟ توم يبقى ايه؟ توم يبقى ايه؟ تيبيال اسمه ستيريو. يبقى في انتيرو وبوستيريو. خلاص؟ داز فليكسور ديجيتورم لونجس. فليكسور ديجيتورم لونجس. اللي هذه بالانتيرو هي الاكستنسور. خلاص؟ هنا فيري نايس. فيسل بوستيريو تيبيال والنايس النيفر. خلاص؟ نايس نيرف اللي هو بقى اسمه تيبيال نيرف. تيبيال سمعتكم كل واحد ايه؟ واحد مش عارف قال لي التيبيال على الـ على السوبرفيشال بيرونيل قال لي التيبيال. سكت وقلت لكم ان هو اسمه سوبرفيشال بيرونيل. واحد تاني قال لي على الديب بيرونيل حاجه تانيه. المهم ان احنا دلوقتي عارفين ان في حاجه اسمها ديب بيرونيل وحاجه اسمها سوبرفيشال بيرونيل وحاجه اسمها تيبيال. تيبيال الديب بيرونيل بيغذي الاكستنسورز الانتيريور كوبا. السوبرفيشال بيرونيل بيغذي البيروناي باسل بيروناي باسلز اللي هو اللاترال كوبا. والتيبيال نيرف بيغذي البوستير كوبارت بالباسلز كلها. بس بايه؟ يعني بطريقه مختلفه عن بعضها شويه هقولها لك. خلاص؟ يبقى توب داز فيري نايس هات. توب تيبيالس بوستيريور. داز فليكسور ديجيتورم لونجاز. فيري بوستير تيبيال فيسلز. دايس تيبيال نيرف. هات هلا شاس فلكسر كده شايفينها فلكسر هلا شاس مقطوعه معلش اسمها ايه فلكسر هلا شاس فلكسر هالوشيز لوكس. يبقى الترتيب بخلي بالكم ادي تو وادي داز وفيري دايس هات. شايفين اللي ورا؟ ترتيب ثاني بقى هالوشيز فلكسر هالوشيز لوكس. خلاص؟ تبني الفلكسر هالوشيز لوكس هتلاحظوا يا شباب ان هي بتبقى ديب للتندو اكيلس. التندو اكيلس اللي تحت منه دي. التندو اكيلس اللي تحت منه دي هالوشيز. فلكسر هالوشيز لوكس. فلكسر هالوشيز لوكس. من تبع بوستيريو دكتور هذا؟ تبع دكتور هذا؟ تبع ديب هذه؟ هذه ديب. خلاص؟ يبقى توب تيبيال داز very nice head. حلو. التي تيبيالس بوستيريور. داز اللي هو الفيكسور ديجيتورم لونجس. داز داز سوري. خلاص؟ very بوستيريور تيبيال فيسلز. دايس تيبيال نيرف. هات فليكسور هالوشيز لونجس مسل. صح كده؟ ايوه تبع جريت توايز. ايه هي؟ الهالوشيز طبعا بيكتب. والديجيتورم طبعا اللاترال الاربعه اللي معاك. خلاص؟ تمام؟ فاضل لنا حاجه بقى النهارده عايزكم تعرفوها اللي هي البوبليتيا الفص يا شباب. ايش؟ بوبليتيا الفص. بوبليتيا الفص. خليكم فاكرين كده الشكل اللي ده يعني الوضع ده كده. ده طبعا الباك بتاع البي جوينت صح؟ السيرفيس ده تراسكول فيبر قال لك ده البوبليتيا السيرفيس بتاع الفيبر ده. بوبليتيال سيرفيس. خلاص؟ وهنا الكبسول. ايوه. خلاص؟ وبعد كده هنا المصل اللي ماسكه هنا بوبليتياس مصل. صح؟ يبقى لو قلت لك الفلور بتاعه البوبليتيا الفوسة اللي هي الديبريشن اللي هنا ده. خلفها ده. ايوه. الفلور بتاعته معموله من ايه؟ بوبليتياس. بوبليتيال سيرفيس اوف فيبر كبسول اوف دي جوينت بوبليتياس مصل. سهلة؟ ان شاء الله. يبقى الفلور بتاعه البوبليتيا الفوسة معموله من ايه؟ كبسول اوف ذا ايش؟ كبسول اوف ذا دي جوينت. ايش اللي يتكون؟ كبسول مش عارفين يعني ايه كبسول؟ انتوا مش خدتوا الشولدر جوينت؟ الا الكبسول هو عباره عن سلاين كبسول. انا دلوقتي اي تو بولز ارتكريتد عاملين لي جوينت. الجوينت تبدا الكافيتي بتاعها مفتوح كده للهواء.
لا مش لازم تبقى محاطه طبعا بالبرين اوف فايبر ستيشن. البرين اوف فايبر ستيشن ده اسمه كبسول وحيطها بالكامل خلاص سبورتد بليجامنت سبوكي تقول الليجامنت دي اوت سايد ذا كبسول بنقول عليها اكسترا كبسوله او انسايد ذا كبسول بنقول عليها انترا كبسول يعني فاشيه تغطيها لا مش فاشيه هو كبسول فايبر ستيشن بالبرين فايبر ستيشن بالبرين ثيك سترونج اسمه كبسول اوف ذا جوينت خلاص يبقى انا عندي هنا ايه دي الكبسول ودي البوبوتشيل ايه بوتشيس بصل. طب الباوندرز بتاعت الباوندرز هو اولا هي عامده دايموند شيب يعني ايه معينه كده دايموند شيب لا ابر ميديال باوندري ابر لاترال باوندري ولور لاترال باوندري ولور ميديال باوندري ولها انجل فوق اهي ولها انجل تحت اهي خلاص واجل لاترا واجل ميديا صح كده يبقى اربع اضلاع هوبت عاملين لي الباوندريز بتاعه البوبليتشيال فوس خلاص اللي هو الدبريشن اللي خلف الدي يعني انت على كلكم على نفسكم هتلاقوا خلاص الدبريشن ده اسمه بوبليتشيال فوس بوبليتشيال فوس ابر ميديا باوندري انتوا عارفين ان الابر ميديا باوندري معموله من سيمبرونوزس وسيمي سيمبرونوزس والدكتور ماجنس خلاص سبليمنت طبعا بالسرتوريوس والجراسيلس انتوا عارفين السرتوريوس والجراسيلس هنا مش جايين كده ايوه كلهم سبليمنت بالسرتوريوس والجراسيلس سرتوريوس والجراسيلس خلاص ابر ميديال طب الابر لاترال باوندري بالبايسبس بايسبس سهل طب اللور ميديال باوندري اللي هو الجاست 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 صح الابر اللور لاترال باوندري لاترال هيد اوف جاسترو لا مش لوحدها بتنسوا البلانتارس صح يبقى اللاترال هيد اوف جاسترو كنيبيس ومعها ايه ومعها لاترال هيد اوف جاسترو كنيبيس ومعها البلانتارس صح ولا لا يا شباب يبقى الباوندري السهله ابر لاترال ابر ميديال لور لاترال لور ميديال ابر لاترال بايسبس ابر ميديال سيمتيدينوزس سيمتيدينوزس الدكتور ماجنس سبليمنتد باي جراسيلس اند سارتوريس لور ميديال باوندري ميديال هيد اوف جاسترو كريبيس لور لاترال باوندري لاترال اوف جاسترو كريبيس وبلانتس هذه كنتين دكتور ايه؟ لا 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 فلورتس يتاح. خلاص تمام طب ده بالنسبه للباوندريز عرفناها خلاص طب الفلور بتاعتها بقى قلناها اللي هو بوبتي اسمها بتشيل كل الحاجات اللي قدامها دي ادي البون اهي بوبتيال سيرفيس خلاص الكبسوله اهي هنا والبوبتيال سباسل هنا خلاص دي الفلور خلاص عند اللور بوردر بتاع البوبتيال سباسل اللي هي هنا تقريبا كده ادي اللور بوردر بتاع البوبتيال سباسل اهو عند اللور بوردر بتاع البوبتياس باسل انتهت الفص خلاص. تمام؟ اتفقنا يا شباب؟ اهو عند اللور بوردر خلاص انتهت. ايش معهم من البعد يا دكتور؟ ايه هو؟ شو اسمه؟ سوليوس. حط ده كده وحط ده كده، فين السولياس بقى؟ عشان تحطها البوردر. ايه برا تحت فين هي؟ كونتنت مش كونتنت طب هي طب هرد على دي كمان احنا مش قلنا ان هي الفرصه بتنتهي عند اللور بوردر بتاع البوبليتيس ايه اللي هيدخل السوليس في الكونتنت؟ يبقى رديت على سؤالك ان ما تنفعش تبقى باوندري ورديت على ايه سؤالك ان هي ما تنفعش تبقى كونتنت واضح يا شباب؟ سهله؟ طب نيجي بعد كده بالنسبه لايه للكونتنتس طلع مش مشكله طب دي الفورماليتي يا شباب السلام عليكم. انت صح. طيب اوكي يا عم مع السلامة. ماشي يا شباب. ان شاء الله باذن الله مع السلامة. سلام. خلاص يا شباب؟ يبقى الباودرز في اي مشكلة؟ لا. الفلور طيب. الفلور واضحه؟ الطبيعي ايه هي؟ الفلور شايف ايه ده؟ شايف دي؟ كبسول هنا وهنا بص اسمها ايه؟ سبلتيس تعالى كده معايا بص معايا كده
شايف ايه ده؟ شايف العرض ده؟ اللور اند كوبليتيان سيرفيس اسمه كوبليتيان سيرفيس وفي برجي كده الثمانيه دي حرف الثمانيه ده كوبليتيان سيرفيس اهو خلاص هنا الباك بتاعت الكبسول الكبسول بتاعت الدي اي انا ماسكها خلاص وبعد كده تحت الكبسول هنا في كوبليتيان سباس اهي عند اللور بورد بتاعت الدهن خلاص طب الكونتنتس بتاعتنا بقى ادي فين وادي ارتري وادي نيرف وادي نيرف تيبيال لا هذا سياتيك ينقسم جسمه تيبيال خلاص ايوه طب ده اسمه ايه سياتيك سياتيك ما اعطاني كومن بيرونيل تيبيال وتيبيال تيبيال تيبيال هو اللي هناك خلاص كثير هذا مره الانجري راس الفيبيول راس الديك الديك بتاعت الفيبيول لما بتتكسر او يحصل فيها فراكشر سواء فراكشر او فيشر بتبقى ممكن تعمل انجري للكوبر بيرونيال ايه نيرف لما يحصل كوبر بيرونيال نيرف انجري تعمل حاجه اسمها فودرو خلاص فودرو طيب يبقى ده سايتك ده ايه كوبر بيرونيال ده تيبيا طب مين اللي ميديال ومين اللي لاترال الميديا شوف هذا اللي هو التيبيا ولا الميديا ده ايه لاترال هول كوم ميديا وده لاترال الكومن بيرونيال رايح لاترال رايح للايه يخش جوه البيرونياس لونجس باسل ويبقى ريليتد للنيك بتاعه الفيبيولا خلاص عند النيك بتاعه الفيبيولا الكومن بيرونيال نيرف ده اللي انا ماسكه في ايديا ده هيدي لي سوبرفيشال بيرونيال وديب بيرونيال السوبرفيشال راح يكمل السوبرفيشال هيمشي في اللاترال كومبارتمنت هنا اهو اهو بين البيرونياس لونجس وبريفس خلاص والجي بيرونيال يخش الانتيريور خلاص دكتور هنا كيف نفرق بين النيرف والبلاد فيزلز كبير يعني حد يرد كده على زميله جوف وفي شايف ده شايف ده في كانال جوف شايف ده وشايف الازرق ده ده الفيت ده فين وده ارتري ودور خلاص شوف الركب بينهم دكتور هذا اللي يصعب ايه فين ولا عارف لا يكون الفين يكون خفيف بص بص بص, بص انا هبص بص هطبقهم راجع تاني تعال شوف كده قوي شوي مورثيك هذا لا هذا اللي مورثيك راجع تاني ولا يرجع ايوه بص ايوه تقفله ويفتح لاستيك تيشو هذا ثيك اكثر وطبعا ثيك خلاص برضه على المصاص يعني سامعني اذا بتقفل الارتري كده هيفتح بص الفيك كده لا مليان اسمه فاصل سيكتور وهنا يمكن عشان كبير شويه ومشدود شويه اللون بيتغير لا انا هقول لك كل حاجه بص الارتري المفروض يحصل له كولابس ماشي مش بسهوله بيبقى ده الارتري المفروض ده كده بص خلاص دي حاجه ده ثيك وده ايه ثيك دي حاجه ثانيه الحاجة التانية ده ابيض وده ده ابيض وده ازرق خلاص الوول بتاع ده تخين الوول بتاع ده رفيع اللي فيه بلاط يبقى فيز اللي ما فيهوش بلاط امتي بلاط يبقى ارتر طيب النيرف خلاص النيرف اهو زي الحبل اكنك ماسك حبل شد فيه ما يتشدش معاك شد الارتري كده شوف الارتري الاستك بيروح ويجي معاك خلاص طبعا غير حاجات اللي احنا قلناها خلاص يبقى الكورد لايك اللي عامل زي الحبل نيرف كورد لايك عامل زي الحبل نيرف خلاص يبقى انا عندي هنا ده كومن بيرونيال كومن بيرونيال يخش جوه البيرونيال سلونجاس ريليتد لللاترال سايد اوف ذا نيك اوف ذا فيبيولا لاترال سايد اوف ذا نيك اوف ذا ايه فيبيولا فيبيولا النيك بتاعت الفيبيولا اهي يبقى اللاترال سايد اوف ذا نيك اوف ذا ايه فيبيولا خلاص الكومن بيرونيال جوه البيرونيال سلونجاس باسل و ريليتد لللاترال سايد بتاع الديك بتاعت الفيبيولا بيتقسم هنا الى سوبرفيشال وجيب سوبرفيشال وجيب خلاص طب لو سالت حد منكم دي رايت ولا ليفت هتقولوا ايه هذه الليفت في ثلاث طريقه هذه تصير هنا كده يعني هذه الليفت بص الجزء المكعبر ده الهيد فوق فيها ستايلويد بروسس خلاص المبطط لور خلاص لما المبطط ده ابص عليه هلاقي فيه ارتكلر ايه سيرفيس هنا داعم وفصه ورا بيض خلاص اخلي ده كده على بعضه لاترال والفصه بوستيريور والفصه بوستيريور للارتكلر سيرفيس امسكها كده ايوه خلاص ما ينفعش امسكها كده
خلاص؟ يعني هذا خلا بستيريو. لازم اللي ضايق فيها دي بستيريو. يعني هذا اللي رايت. صح. خلاص؟ يبقى الارتيكولار سيرفيس ميديال ورا الفص. ورا الفص مش قدام الفص. حطها بقى على نفسك. واحد الصبع الصغير كده وشوف. خلاص؟ طب هنا كرة البيرونية. بيتقسم لسوبرفيشال بيرونيال وديب. ديب. النيرف الثاني ده اللي هو الايه؟ التيبيال نيرف. خلاص؟ التيبيال نيرف ده بيكمل. طبعا زمان في الكتب بتاعت زمان المصري بتاعتنا كان زمان يقول لك ايه؟ عند اللور بودر بتاع البوبليتياس باسل التيبيال نيرف بيبقى اسمه بوستيرو تيبيال. بيبقى اسمه ايه؟ بوستيرو تيبيال. كل التكست بوكس الحديثه ما بتقولش الكلام ده خلاص؟ هو اسمه تيبيال. بس التيبيال نيرف لحد البوبليتيا الفصه بيدي الجاستروبيليس والسوليس والبلانتيرس والبوبليتياس. يعني الاربعه باسلز الباسلز الاربعه اللي انا قلتهم في الاول بياخدوا بالتيبيال نيرف في البوبليتيا الفصه. خلاص بعد ما يخش الليج بقى ديب للسوليس باسل بيدي بقيه الباسلز. خلاص بس كله النيرف سبلاي بتاعه ايه؟ تيبيال. لو سالتك نيرف سبلاي باسل الفلانيه تيبيال، سواء بقى عطى هنا ولا عطى هنا هو النيرف سبلاي ايه؟ تيبيال نيرف. خلاص يا شباب؟ طب الارتري والفين دولت البوبليتيال فين والبوبليتيال بس هذول الكونتنتس بس دي الكونتنتس بعض البوبليتيال لينف نودز وبوبليتيال فين. بوبليتيال لينف نودز لينف نودز ايوه هو ده الفاوية وبوبليتيال فين. فين فات؟ اه فات طبعا انا شلت الفات عشان ابين لكم. اه طبعا واللينف نودز بتتشال بقى. تمام كده؟ انا وريتكم هنا هسيبكم يعني شويه كده تشوفوا الحاجات دهيت وبعدين عايز اوريكم على البلاستريت كده اسالكم على البلاستريت. جاسترو لا ترى جاسترو دي هاد غلطه من احمد اللي هو قال لاترال بدل الميديا عشان بس ما بصش على الصبع. لا ما بصش على الصبع بتغلط انا نفسي ممكن اغلط. فهنا دي الميديا الهيد بتاع الجاسترو ماشي يا احمد. هنا اللاترال هيد بتاع الجاسترو ليبيس ده اسمه تدو اكيلس. طب تجيب للجاسترو ليبيس دي تبقى ايه؟ سوليس دي السوليس مصر صح؟ سوليس ايه؟ مصر. طب ده اسمه لاترال مانيولاس ولا ميديال مانيولاس؟ مانيولاس. طب التو باسلز دول اتهم شايفين اللي هو الريفز وبين اللوكس اللي موست ريفز اللي موست. قول لي قول لي على واحده منهم. دي بريفز ودي لونجس. فين البريفز؟ دي اللي تحت ال إذا ما كنت شوية تحت منه ولا على طول. مو بهذه الدكتور شوف هذه. هذه وهذه. بص. صح ولا مظبوط؟ دي التندو الدهوت اللي انا برفعه اهو شايفينه؟ ايوه. ده؟ لونجس. دي اللونجس. اللونجس. التندو اللي برفعه ده اللونجس. بالضبط. خلاص؟ اهو ودي بلو ماسل 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 ثانية اهي دي بلو. يبقى البريفس بس هنا مش باينين من بعضهم. كل حاجة. خلاص الطويله دي اللي جايه من فوق دي اللونجس والقصيره اللي جايه من تحت ومكمله تحت ورا دي اهي يبقى دي البريفز يبقى اللونجس والبريفز والنيرف جايه اهو شايفينه خلاص ده طبعا يبقى اسمه ايه؟ سوبرفيشال بريفز. طب قولوا لي ايه دي؟ هذه توم اللي هي تيبيال هذه اللي ما كانت موجوده تيبيالس لا ما احنا بيجن تيبيالس انتير اول واحده صح؟ وايه ده؟ هذا الديجيتورم هذا بيك توت راجيتور هذا الهلوكس يا هالهلوشس قصدي معليش والاربعه تندو هذول هم الديجيتورم ديجيتورم. بصوا بقى الديجيتورم خلي بالكم بصوا الاربعه تندو ظهورها حل الصوابع صح؟ شايفين التندو ده رايح فين ده؟ رايح فين شايفينه؟ اللي لحاله ده شايفينه؟ مسوي انسيرشن هي دي انا بسوي انسيرشن هنا دي الترشيس اهي دي الترشيس شايفينها؟ اه اللي رايحه هنا دي اللي ما كانت موجوده اللي مش موجوده بيرونيس ترشس بيرونيس ترشس بيرونيس ترشس هنا التندر اللي لازق على ال هنا التندر اللي لازق هنا ده يبقى ايه؟ هذا
النينتندو ده اللي لازق هنا ده. واللي تاو. اجيبه لكم، اجيبه لكم استنوا بس. بوستيريا تيبيا اهو. ادي تيبيا اهو وادي تيبيا اهو. صح؟ يبقى ده اسمه ايه؟ بريفس وبيالس بوستيريا. يبقى اللي لازقه على البون دهيت بقى دي اللي ديب دي واللي هتلزق على البون هنا دهيت تيبيالس بوستيريور. واللي سوبرفيشال لها دي ديجيتورا. صح؟ اللي سوبرفيشال لها ديجيتورا. والباصل اللي هنا دي يبقى ايه؟ الفليكسو هالوشيز بس مش واضحه هنا ما اقدرش اعتمد عليها قوي. خلاص؟ طيب شوفوا حاجه ثانيه هنا يمكن تلاقوا حاجه ثانيه. ممكن ايه ده؟ هذا الشيء هذا الكومن. لا لا الكومن هذا احنا دلوقتي فين؟ احنا هذه بال يبقى ده ايه؟ سياتيك. لا انتوا محدش قال لكم ان السياتيك ساعات بيتقسم فوق؟ لا السياتيك نيرف ممكن يطلع في الكلوتير ريجون مقسوم اثنين. خلاص؟ يعني الكومن يطلع من عندك كده ادي التيبيا اهو ادي الكومن جيرونيال اهو شايفين؟ شايفين وبص مقسومين فين؟